النزول مبكرا اول يوم واول ساعه الناس تنزل ما تنزل بس في اول يوم وتنزل ثاني يوم وثالث يوم برضو بس ما يتكرروش. لا قدست البابا الشباب بالذات اليوم السابع رايح لك النهارده في التنظيم وسير الاعمال. مفيش تنظيم اجمل من كده, وبالذات انه تنظيم على مستوى الجمهوريه كلها, والاشراف القضائي برضو شيء رائع يعني, وبيضمن شفافيه ونزاهه الانتخابات. وجه كلمه للمواطنين المصريين النهارده للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه, وجهها النهارده لحد وبكره الاثنين وبعده الثلاث. لازم المشاركه. محمد جمال من القاهره 24 كلمه للشباب اللي حسهم على المشاركه في الانتخابات, الشباب والكبار والصغيرين, لان الجميع مواطنين. مواطنين اشتغل. قدست بابا بعد اذن حضرتك مش بتقول الكنيسه الوطن هي الكنيسه والوطن الكنيسة جزء من الوطن ولازم تشارك زي كل مؤسسات البلد. كل الناس اللي بتقول ان النتيجة محسومة هنزل اعمل ايه؟ قدستك تقول لهم ايه؟ المشاركة غير النتيجة. المشاركة تعبير عن البناء, ان احنا كلنا بنشترك في حاجة واحدة. اما النتيجة ايه؟ ده الله يعلم. كل سنة وقدستك. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وقدستك. كل سنة وانتم طيبين.